السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي جريدة الحدث 24، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من العاصمة العلمية للمملكة مدينة فاس. متابعينا، هذا السيد اللي كان داز معنا في لايف سابق، اليوم جا بغى عنده شي جديد باغي يسردو علينا وعلى الرأي العام بخصوص القضية ديالو. وقع له شي مشكل مع واحد الجار ديالو اللي قال في اللايف السابق. حنا طبعا كما كنقولها دائما ما كنتبناو رواية ديال حتى واحد، فقط كنوصلوا الصوت ديال كل واحد اللي جا لينا. قال ان الجار ديالو ولا ولد الحومه ديالو كيتخرقب، بغى يتكرفص له على البنت ديالو، مشى دار به ديكلاراسيون، تعرض له ضربو ليدو ولا راسو. خرجت الام ديال داك السيد المتهم بتصريحات كتنفي داك الشيء، ولكن حنا طبعا محايدين كل الحياد، كل واحد كيدلي بالدلو ديالو وبالراي ديالو. اليوم هذا السيد اللي تعرض للاعتداء والبنت ديالو كما قال هو في عمرها 9 سنوات، ياك اخويا 9 سنين، بغيت تكرفس عليها السيد الاخر، فبغي يخرج بتصريح اخر. نخليكم معاه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم ديالك الله يعطيك الخير. الاسم ديالي اخويا الحداشي يوسف. واخا سي يوسف، بدون ذكر الاسماء الله يعطيك الخير. نعم المره اللي فاتت، نعم ذكرنا بشنو وقع المره اللي فاتت، ذكرنا المشكل كيفاش وقع. المشكل اخويا هو ان السيد هذا تعرض ليا البنت، كما كانش مول الحانوت ومرت والله يكثر خيرهم اللي هما دخلوا ونقدوها، كان العلم لله شنو غادي يوقع فيها. مشيت درت شكايه عند البوليس. هذا السيد هذا من بعد ما درت شكايه جا انتقم مني هو وشخص اخر ومعاه باه. انا في الاول راني ذكرت جوج الاشخاص فقط، العلم ان باه راه انسان كبير، راجل كبير وانسان مريض، ما بغيتش نجبدو في الحديث كاع اصلا، ميتا هو كان معاهم. ديكلاراسيون مشيت درت ديكلاراسيون بالبنت، من بعد جاو تكرفصوا عليا. ضربك بشنو؟ عاود ليا شنو. ضربوني على غفله، انا كنهضر مع باه وضربوني على غفله، راسي طحت الارض، كملوا لي على يدي، تقطعوا لي في يدي 8 ديال العصب وجوج ديال العروق، وعندي جوج ديال التهريسات في راسي. ومن بعد لادو بالفرار. قلت لي كانوا في حاله غير طبيعيه، كانوا الابن كياكل تياكل الفاني الحبوب المهلوسه. الابن تياكلها، تيدير كل شيء هذاك السيد هذا. درتي ديكلاراسيون بهذا الشيء اللي وقع لك دابا؟ درت ديكلاراسيون اسيدي بهذا الشيء هذا كله، بشواهد طبيه وحده عندي فيها 120 يوم تاع يدي مفتوحه، لان وقعت لي عاهه مستدامه في يدي، اصبعاني ما كنحركهمش بصفه نهائيه. عاهه مستدامه، ما كنظنش انني غنولي نقدر نحركهم الا ما قطعي ان شاء الله تبارك وتعالى. وعندي شهاده طبيه ديال الراس كتثبت عندي جوج الكسور في راسي لمده ديال 30 يوم. واخا دابا حاليا فين وصل الملف ديالك؟ الملف اسيدي تنقل من عند البوليس للمحكمه، وهذا السيد هذا راه مازال طليق حر وكيصول ويجول في البلاد كيبغى، وتيهددنا وليداتنا، وحنا راه عايشين في واحد الرعب من طرف هذا السيد هذا. واخا العائله ديال داك السيد خرجوا بتصريحات قالوا بلا الابن ديالهم واحد اخر مشدود، مشدود حتى هو على هذه القضيه ولا شنو؟ هذا السيد هذا اللي مشدود انا ما عنديش معاه مشكل كاع بصفه نهائيه، انا ما وقعليش معاه مشكل، هو وقع له مشكل مع 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 ولد خاي. السيد هذا وقع له مشكل مع ولد خاي. انا بعيد كل البعد على هذا المشكل هذا. ديال هذاك اللي مشدود؟ اللي مشدود انا بعيد عليه كل البعد، هذاك السيد ما بيني وبينه حتى شي حاجه، انا ما عنديش معاه مشكل بصفه نهائيه. هذاك السيد عنده مشكل مع ولاد خاي اللي اعتدى عليهم هو والكلبه باش راه مقبوض. وهذا السيد هذا اللي تتقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا السيد هذا اللي كتقول لك الشريفه بانه انسان طيب وما داير والو وغيتعداو عليه وغيداروا وغيفعلوا ترك، هذا السيد هذا باش تكون على علم الاخوان اللي تعرفونا راهم تعرفوا هذه الامور هذه، واللي ما تعرفوناش غنذكرهم بهذه المساله باش يفهموها مليح، بان السيد هذا راه ديجا من قبل مطير لواحد يدو، ومن قبل هذا اللي في الحبس دابا حاليا راه مطير لواحد يدو، ومن قبل راه مطير لواحد الطرف من راسه. وهاد الناس هادو راه تمت راه تساوموا معاهم نقدا بفلوس والى اخره باش تخففت عليه شويه العقوبه. واخا السيد اللي انت وقع لك معاه المشكل دابا فين؟ هذا الاخ ديالو الصغير راه مازال هربان. مازال هربان؟ مازال هربان. واخا وشي اتهامات اللي احنا قلتي باغي ترد على شي اتهام؟ هاد السيده بغيت غير نقول لها انها كتهمنا احنا باننا كنبيعوا المخدرات. نسيت نقول لها وراك ما قلتيش المعلومات كاملين، ربما راه حنا اللي كنصدروا السلاح للروسيه باش يضربوا اوكرانيا الله اعلم، حتى حنايا ما قلتي لهمش هاد المعلومات. هاد السيده هذه راه غير كتخربق الشريف.
حنا راه 1953 وحنا عايشين في ذاك البقعه الارضيه في ذاك 65 متر ليومنا هذا صنايعيه. كنمشيو نسرحوا كاع الى تولى الامر نسرحوا على الطاره باش نجيبوا الرزق لوليداتنا ما نوكلوهم. وهاد السيده هذه اللي كتهمنا بهذا الاتهام عندي واحد النداء لرئيس الجماعه والوالي ديال مدينه فاس بان هاد الناس هادو الشريف راهم كيستغلوا الملك العمومي سيدي راه من باب السينما هاد الشعب حتى الحي مبروكه وكياخذوا الزطاطه الشريف على الطوموبيلات والمواتر من عند عباد الله. هادو راهم كيستغلوا الملك العام الشريف داكشي اللي من المفروض دخلوا الجماعه راه كيديوه هاد الناس هادو وداكشي اللي كيديوه هاد الناس راه به كيرونجيو على المناتف ديال ولادهم. هذا راه ماشي اول نوبه انا راه ماشي اول ضحيه. استغلال الملك العام شنو دايرين باركينغ الشريف ما هي تعاونيه ما هي وداديه ما هي حتى شي حاجه بصفه نهائيه. غير باركينغ من سينما الشعب حتى الحي مبروكه. هاد الناس كيستغلوه هذه مده ديال سنوات. هذا راه الملك العام الشريف. هاد الفلوس هادي راه المفروض خصها تولي للجماعه يديروا بها مشاريع خيريه ولا يديروا بها مشاريع واحده اخرى اللي كتخص الامه. هاد الناس كياكلوها غير بجوج بهم وهاد الفلوس بها كيرونجيو على ولادهم في هاد المناتف وفي هاد المشاكل الشريف. واخا خويا وانت من خلال هاد النهار هذا شنو النداء ديالك شنو بغيتي توصل للرساله ديالك؟ انا حنا طبعا كما قلت لك في الاول هاد الشيء اللي كتقول انت كامل حنا ما كنتبناوش فقط كنوصلوا الصوت ديالك. انت شنو الرساله ديالك شنو هي اللي بغيتي توصل؟ الرساله ديالي اخويا بعد اول حاجه كنوجه رساله للفرقه الوطنيه للامن انها دير خدمتها وتشد هذا السيد هذا الله يكثر خيركم ويجازيكم بخير. هذه من جهه. والنداء الثاني اخويا تنوجهه لوالي مدينه فاس بان هاد الناس هادو راهم كيستغلوا الملك العمومي وكياخذوا الزطاطه من عند عباد الله على المواتر والطوموبيلات. هاد الباركينات ما كارينهم حتى شي حاجه. العلم لله اخويا الا كان شي حاجه ديال الكرا ما عندي علم عليها انا لحقاش امور قانونيه بعيده عليا. انا انسان كافي خير شر الامور القانونيه ما على باليش بها ما نعرفش فيها مليح. الناس المختصين هما اللي يفهموا في هذه الامور. واخا عندكم في الجهه اللي انتم فيها عندكم مثلا باركينات كيتكرا ولا شنو ولا غير حيت انت قلت هذه الهضره ما عرفتش. خويا حنا على حد علمنا ان ما كيتكرا وما والو هادشي اللي كنعرفوا حنا في القانون الجديد اللي صدر في هذه البلاد هذه الحمد لله ان عندنا علم على انه الباركينغات ما بقاوش يتكراو اي واحد تيطالب شي واحد باداء الاجره على الطوموبيل ولا على هذا اذا راه تياخذ زطاطه. واخا خويا وبالنسبه للمشكل ديالك ديال اللي مضروب في يديك والسيد قلتي مازال هذا حر طالق اخويا لحدنا الان راه مازال حر طالق. انا كنشد الفرقه الوطنيه ان اخويا يتم القبض على هذا السيد هذا باسرع ما يمكن باش ياخذ الجزاء ديالو لان هذا السيد هذا كل ما بقى مطلوق كل ما كيشكل خطر على ولاد الناس وحدين اخرين. انا كتاب عليا اللي كتبوا الحمد لله هذا قضاء الله وقدره الحمد لله ولاني راه كاينين ولاد الناس وحدين اخرين اللي كيتهددوا من طرف هذا السيد هذا. دابا حاليا ما كيتعرض لكش ولا شي حاجه؟ خويا وشكون علمني؟ انا كنقول لك ولادي ما كنديهمش للمدرسه بقوه اللي ما هذا السيد هذا ما مأمنينوش يعني هذه الحاله اللي دار فيا هو وهذوك الناس على غفله راه ما بقى لي في ما نأمنش شفض الله. دابا واخا خويا الرقم ديال الهاتف ديالك الله يعطيك الخير 06 64 50 93 94. عاودها غير بشويه الله يحفظك. الاسم ديالك والرقم ديال الهاتف. الاسم ديالي الحداشي يوسف الرقم ديالي 06 64 50 93 94. واخا خويا اش من الحي هذا اللي وقع فيه هذا المشكل؟ عين هارون باب السيفر زنقه 25. واخا خويا شكرا بزاف على التوضيحات. فمتابعينا كما سمعتوا معنا فاحنا طبعا ما كنتبناوش كما قلنا الروايه ديال حتى واحد فقط هذا السيد في الاول جا كيوجه النداء ديالو ومن بعد جاو العائله الاخرى خرجوا بتصريحات كيردوا عليه. دابا حاليا بغى يوضح شي حويجات هو كيقول انه السيد مازال مطلق كيطالب بالحق ديالو. فاحنا ما كنتبناو حتى شي حاجه فقط كما قلت نوصلوا الصوت ديالو. تحيه لكم الى مباشر اخر ان شاء الله بحول الله.